السلام عليكم، معكم أمين قمغال اللي ملقب كابريس، أستاذ الميكروفون. بديت الراب في عام 1998، عندي 35 سنة، مجوج، عندي وليدات. وبالنسبة لي الراب هو شي حاجة تنبغيها وتنعشقها، وكابريس الاسم ديال كابريس جاء عن واحد الاسم ديال واحد فارس روماني، كان قريت عليه في الكتاب ديالو انه كان عنده دي غاف كي سون امبوسيبل، وانا عجبتني الفكره ديالو حيت بغيت نديرها في الموسيقى، وتكون شي موسيقى شويه اللي تكون كما تنقولوا مهيبه وصعيبه باش دار. دونك الناس اللي تعرفوا كابريس استاذ المايك، الطريقه ديالو في الكتابه مخالفه على داكشي اللي تنسمعوه، لا من الجديد لا من القديم، من ناحيه طريقه الكلام، من ناحيه لا فيلوزوفي في الكتابه، لا ميتافور. كاينين شي كلمات نسمعهم دابا في الراب المغربي، ما نقدرش نحط كلمه واحده من داكشي اللي تيقولوا. مي بون، انا تنشجع كاع الناس وكاع اللي بغى يدير هذا الموفمون، غير واحد يركز على شي امور مهمه ويدير دو كوتي هادشي. غبرت دابا شي 5 سنين، ما بقيتش بان في السوشيال ميديا ولا شي حاجه، حيت من غير الموسيقى كاينه حياه، فهمتيني؟ كاينه واحد اللايف، كاينه الام ديالك، كاين المدام ديالك، كاين لي زونفون، يعني ملي تكون عندك المسؤوليات تكون عندك ضغوطات. والحمد لله دابا انا دي باسيت هاد المرحله، وداكشي علاش في الديسك الاخر اللي لحت مؤخرا اللي فيه الكليب خاصك تقول، والعاقه والعشره الى اخره، هما ثلاثه ديال لي شونسون غير هادو بالنسبه ليا كما قلت، وشرت ليها غير بدايه ديال الكابريس انه غادي يدير الكومباك ديالو. صراحه انا ما حققتش، كنقول لك مثلا ما حققتش الفلوس مثلا في الموسيقى في واحد البيريود، كانوا واحد المداخل كبيره، ولكن من قضيه الشهره انا مشهور بزاف، انا عندي دي فان من الكردستان، تنستعجب ان واحد يعرفني من الكردستان وتتصنت لي فان ديالي، وباقي الناس لدابا تيجيو لعندي واخا خبرت يقول لي كابريس بغينا معك شي سيلفي ولا شي اوتوغراف، فهمتيني؟ فهمتيني بغينا نصرف فلوس. عا ماشي مؤخرا مشيت بنصرف فلوس، عطيتو فلوس قلت لي خويا صرف لي عافاك هادي، وقول لي واخا، وقول لي كيفاش ما نصرفش لك وانت مزكتينا وعطيتينا، والدري كبير شوي اجي، دونك سا ما توشي. وكاين شي حوايج اللي هما تاهما خلاوني نرجع للدومين، حيت قلت الجوده اللي تنشوفوا هادشي اللي كاين دابا، وكاين واحد الموتيفاسيون اللي جات من عند الدراري اللي هما ما نقدرش ننساهم، بحال موتونز، بحال مهدي، بحال بيراد، بحال ويست، هما الدراري كاملين اللي هما التيم ديالي. وان شاء الله كابريس غادي يعجبكم، وكاين الجديد، وخليكم معنا. من ناحيه الكلاش، انا من البدايه ديالي ما عمرني ركزت على الكلاش، حيت في البدايه ملي كنا مافيسي كنا تنكلاشي واحد الجروبات اخرين، مدينه قديمه كانت واحد، فهمتيني، واحد لا شالور. مي ابري فكرنا نديرو موسيقى، حيت درتي واحد لو تيم وغنيتي عليه بحال لا كتبتي شي لوحه مثلا، ماشي بحال تبقى واحد البيف وواحد الهضره خاويه تخسروا الهضره وداكشي بيناتهم، هذاك الشيء ماشي ما تيخليش الراب يكون كلاسيك، وانا تنبغي الراب يبقى كلاسيك كيف ما هو. حي محمدي هو اي حاجه بالنسبه ليا، حي محمدي هو خويا واختي، هو الانسان اللي تعاني، والحي محمدي ان شاء الله مازال غتشوفوا منه بزاف، اللي عطى بزاف ديال الشخصيات مهمين، منهم باطمه، منهم يعني بزاف الحمد لله وتبارك الله. وان شاء الله غيكون واحد سوربرايز كتبه نقولها دابا ملي جات، غندير واحد لا شونسون على انتصار ديال الفريق ديال الاتحاد البيضاوي على اكادير بهذا الكاس، حيت هذا الكاس ثمينه مهمه باش تكون من الدوزيام ديفيزيون طلع البرومير، تلعب في كاس العرش وتربح، دونك راه مجهود كبير داروا الدراري، وهادشي تيشرفني انايا، وراه درت لافيت من يربحوا وبارطاجيت مع الناس الى اخره. واش ام فور لايف، حي محمدي، تحيه لكم كاملين، تحيه لشوف شيفي طاس لاعبين، نباسي البالون في دمي، توني ديال الفرقه كيف ما كان، النون حمراء ولا بيضاء، ما مخلي البيت يتمرك علينا، واخا لاربيت عطاني الورقه الصفراء، جمهوري هلل في ستاد دونور نادت غبره،
ولا الطحي، الطاس، القرطاس، سون سون. هادشي اللي واقع دابا في الراب اكشوالمون هو اللي واقع في الامريك، حيت انا كما قلت لك حنا غير شعب كونسوماتور، يعني غير سان كونسومي مثلا في الانتاج، الانتاج عندنا قليل، هذا هو اول حاجه. والراب اصلا هو بدا في امريكان في برونكس في نيويورك، وانتقل لاوروبا والعالم كامل. ودابا هادشي اللي كاين في امريكان بحال مثلا ديال التراب، كاينين شي حاجه زوينه في هادشي السيل جديد ديال التراب، تندوي على الامريكان كاينين شي حاجه اللي فاسله، فهمتيني؟ غير لا سورس دانسبيراسيون اللي عند الدراري خدوها من عند هادشي اللي كاين دابا بحال ترافيس سكوت وويز خليفه الى اخره. انا ما تلومش الدراري، غير هو في التراب تراب تقول دازا ميك سنس، ما عندوش شي معنى في الكلام. ملي تسمع شي ديسك مثلا ديال التراب، ملي تسمع الليريكس تلقى هذاك السيد ماشي يقول والو، ولكن في الراب تلقى راه كاين كلام، كاين كلام. مثلا تشوف باك تقول لك كي بيور هي راه بخلي راسك مرفوع وتغني على واحد الموضوع واحد السابجيكت، هذا هو الفرق بيناتهم. البيج دوز معايا طفولة و تشاوفنا بزاف وريحنا نوي، وخدمنا نوي في مافيا سي، هو صديق وعزيز عليا من هذا المنبر سنعطي البيك تحية. وان شاء الله راه قادرون نتلاقاو ان شاء الله في شي بروجي. و سلوش خويا البيك، و تنشكرو عاوتاني حيت بارمي الناس اللي ملي بغيت نرجع دابا تيبان لي تيبوستي هذاك الشيء اللي تندير سو انستغرام، و دونك عاطيني واحد السيبورت و مزيان. هو الاعمال ديال توفيق الصراحه اعمال في المستوى ديال بصح بالنسبه لي انا، حيت دوز مع واحد البيريود من مافيا سي ومن مافيا سي. شنقول لك، هو تبارك الله سمارت جينيس، تيعرف شنو تيقول وتيعرف شنو تيدير، وما تياخذش لا ديسيزيون بالزربه، وهادشي راه باين من الموسيقى ديالو. و بيك دو دان بارمي لي بوا لوغ في الراب المغربي، يعني ما خاصناش نساو بحال هاد لي سامبول. بنساتي بالنسبه لي تجيني لا علاقه، الا سمعتي شي حاجه ديالها انا سمعت شي جديده سكدي ولا بلي كاين في داكشي ديال غير شي ديال بحال لا فايبس، شي ولا دابا تقولك لا فايبس فايبس، فهمتيني؟ ما كاينش موسيقى، ما كاينش معنى، ما كاينش مضمون، شي اللي بان ليا ولا سهل عليها في كارير ديالها، فهمتيني؟ بغيت ليها الخير. بالنسبه لي حليوة تيخدم و تيتقاتل باش يصاوب موسيقى، ولكن موسيقى ديالو باسل. هاد السؤال ما باش نجاوبك عليه، حيت ان على حسب الشخصيه ديال بنادم، على حسب هو كيفاش داير. كاين هو تيبغي يخسر الهضره باش انا نعرفو الناس، ولا تسنطولي شي واحدين مشرملين ولا شي حاجه بحال هكا، فهمتيني؟ بالنسبه لي الراب خصو يبقى فن. انا بالنسبه لي الفن اللي دخلتي فيه تخسر الهضره ما تيبقاش فن. انا بحال ما كنجمو كونسيدير لا اون جينيرال، كاينين بعض المرات اللي تلقى شي كلمه تتقولها، ولكن ديك الكلمه تجي مثلا في بلاصه هذيك نقدر ندوزها ونقدر نسمح فيها، ماشي شي كلمات لي فولغار بزاف. انا غير باش نكون واضحين، مو تخسر الهضره مع من. انا في واحد الوقت كنت نكتب بالعربيه وكنت نخسر الهضره في الليريكس ديالي، ومن وراها بانت لي سي فهمتيني سوبيد ايديا، ماشي شي فكره زوينه وماشي ميساج. الا كنت تخسر الهضره صح، واحد في الزنقه راه تيخسر الهضره ولا ما فهمتيني. هو هادشي كاين باش نعيشو، مي على حساب العالم ديالنا كاين واحد الحاجه سميتها ستريت، وكاين شي حاجه سميتها الدار. يعني من اون فا با ميلونجي هاد لو دو كولتور ونحطوهم. هو بالنسبه ليا غلط. انا بالنسبه ليا وكله كيفاش يشوف الامور ديالو. انا مع في لي شونسون ديالي ما عنديش شي، يعني تقدر تسمع الاغاني ديالي مع اي واحد وما فيهمش خساره الهضره، وما بغيتش نخسر الهضره. واخا ولا هادشي دابا، اللي ولادي ديالي باش يخسروا الهضره، باش بنادم مثلا يتصنت ليه ويسمعوه ويعرفوه وكذا، مي ماشي سناس، ماشي السيل ديال هادشي.
ماشي في جامع، ماشي ضروري خاصك تكون مثلا. انا تعرف بزاف ديال المغنيين وما واصلين العالميه وما ماشي كمية وماشي يديروا حتى شي حاجه ولا علاقه بهذا الشيء، يعني ما نحاولوش تخليو. دابا مثلا الارتيست راه هو ارتيست، هذاك الشيء ديالو اللي تيديرو بريفي ديالو مع روحو، تيبقى هذاك الشيء ديالو. حنا ما سوقناش، حنا المهم عندنا يكون هو تجويف، ما سوقناش. المهم عندنا هما لي ميساج اللي غادي يعطينا، الموسيقى واللاغ ديالو كيفاش داير. تنقول لك الموضوع ديال الشعب هو موضوع كبير، وباش يكون مثلا رابور ولا ام سي ولا مغني مثلا باش يهضر في لابوليتيك، حيت لابوليتيك راه ماشي شي حاجه اللي هي سهله. شحال من واحد غلط في المساله، ودابا تنشوف اي واحد تيدير فيديو بحال ما هكا وتيبقى يهضر في شي حوايج هو راه ما عارفش لابوليتيك، ما عارفش راه كاين قانون، كاينين شي حوايج مهمين خص الواحد يعرفهم. حيت لابوليتيك راه شي حاجه كبر مني وكبر منكم، وشي حاجه اللي كبيره بزاف. بالنسبه لي من الاحسن بنادم يبعد على لو سوجي ديال، حيت نورمالمون الراب راه تقدر دير فيه، تهضر فيه على مواضيع ديال لابوليتيك، مواضيع ديال ليكونومي، مواضيع ديال لا موتيفاسيون، بزاف يعني كاينين بزاف ديال الطرق باش زعما توصل الميساج وتعبر. وليا من الطريقه انا بالنسبه لي ما عجبنيش هادشي، انا ما عجبنيش. حاجه واحده اللي بغيت نقول، انا كوت الشعب ومثلا كمغني ديال الراب مثلا نضامن معاه، فهمتيني؟ نضامن معاه. غير مؤخرا سمعت انه قال لهم حيت وزاره الثقافه غادي يحبسوا لسان و الى اخره، وقال لهم انا ما سوقيش في لسان حيت انا ما تنطلعش في لسان. وبالنسبه لي هذه ما عجبتنيش هذه الهضره، نورمالمون ما خصوش يقول بحال هكا، حيت كاينين واحد الطبقه 50% تعيشوا من الموسيقى من الراب مثلا، كاين واحد الطبقه تعيش واحد 20% من الموسيقى. يعني ما نحرموش على الناس رزقهم، فهمتيني؟ ولا كان شي واحد غادي يقول شي كلمه مثلا على الشعب ولا بغي يغني شي اغنيه بحال هكا، هذاك الانسان الكلام اللي قال هو اللي مسؤول عليه. ماشي غادي نجمع واحد اخر بعيد، ولا انا مثلا لا علاقه لي بهذا الشيء مثلا، ولا ارتيست اخر ولا رابور اخر لا علاقه لي، يدخل حتى هو في هذا الديفي. ما بان ليا ما كايناش شي ديموكراسي. الجديد ديالي ان شاء الله غادي يكون بزاف، والكلمه ديال بزاف هي في دابا حاليا انا من شويه غادي نلوح واحد الكليب كوكايينا في شادو، تحيه لشادو دري زوين تيخدم مزيان، فهمتيني؟ متعرفوش الناس بزاف، انا ما سوقيش في الناس اللي تعرفو ولا ما تعرفوش، انا تسوق في النيفو ديالو تبارك الله. المهم راه غادي نلوحو ان شاء الله 20h 8 كونوا على استعداد. وكاين كليب اخر عاوتاني غادي تلاح ديال ان شاء الله ابري ان شاء الله بما يسير الكليب. عندي دابا شي 4 الكليبات مصاوبين ومحطوطين، دونك كل 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 حاجه نعطيها حقها ونعطيها وقيتها ديالها، وغادي لونسيها. ورا يوتيوب مستر كابري السي في، دخلوا لعندي على 20. عيش مع اللي يبغيك وحبك، مع اللي يموت معاك، اللي يغطيك بدراعه وماشي اللي يدفعك تشاد، اللي تقبك في ظهرك هذاك ماشي عشيرك دوز، عيش ولا موت عبر فوق تراب الشبر، كاين موت وحده وكاين اللي يموت وخير من حياته. ويلك 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 في الدنيا داع عيوبك، شيطانك غرك وغواك، البارح شربتي دمي وهمي دابا زاد. هاي باش نكون صريح معاك، انا ما تيبان لي حتى شي رابور في المغرب نجم، حيت المواصفات ديال النجم ما عندناش حنا، فهمتيني؟ في الراب باش نكونوا واضحين، حيت المداخيل ديال الدراري راه قليله بزاف، ما كاينش زعما شي حاجه اللي كبيره باش نقول عليها نصدع. مسلم تحيه المسلم، مسلم انا تعجبني الهيج ديالو ولايك المسلم. المهم الخوت، تنشكر شوف تي في اليوم على هذا الحضور، وتحياتي لكم ولاد الحي ولاد الطلاس. المهم راه قريب جديد اخوتي، خليكم مع الكابريس والسارد مايك، دخلوا لمستر كابريس سي في راه غتلقاو جديد ان شاء الله. واليوم من 8 ان شاء الله يكون ديسك ديال كوكايينا. سو ليتس دو جايز، سلوش.